ناخد مراسلنا في ملعب تيتش حازم البرعي. استاذ حازم اهلا بيك. اهلا بيك كابتن ميدو، واهلا بضيوفك الكرام. ايه الاخبار؟ طمنا، الجو عندك عامل ايه؟ هو التمرين لسه بادئ بقاله دقائق قليله، اجتمع الاول الكابتن احمد ايوب بالفريق في ارض الملعب لمده 4 5 دقائق، اكد فيها على اهميه مباراه الغد والدورات الفوق لمواصله المشوار ان شاء الله، باذن الله تكون في فرصه ان شاء الله نوصل لدور الاربعه تمام. ونكمل البطوله ان شاء الله. تمام. بدا المران بدا بدني دلوقتي، الفريق كله كامل، مفيش غير وليد سليمان هو اللي بيأدي تدريبات تأهيليه، وشريف كرام لسه لحد دلوقتي ما انضمش للتدريبات الجماعيه. والكابتن حسام بدري المفروض يوصل النهارده ولا يوصل امتى؟ هيوصل الفجر بكره ان شاء الله باذن الله، وهو يقود الفريق في المباراه فجر بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن تمام. الله اتفضل. يعني المعسكر الفريق على طول ان شاء الله. اتفضل كمل كمل يا استاذ حازم كمل. التدريب بادئ بدني دلوقتي، وانفرد كابتن طارق سليمان بحراس المرمى ثلاثه. خلينا بس نبقى نقول ايه يعني، يعني بدني يعني ايه عشان الناس ممكن تفهم ان بدني بكره في ماتش، يعني هنقول ان هو الاحماء اللي هو الاحماء بالظبط. تمام. هو اللي فيه انت عارف حضرتك ان فيه 6 لعيبه كانوا في فتره راحه بالظبط، فهم دلوقتي بيعملوا تدريبات تأهيليه لوحديهم، تمام يعني اللي تمام هو انضم ليهم النهارده عبد الله السعيد وحسام عاشور ومؤمن زكريا واحمد فتحي وعلي معلول ومعاهم احمد الشيخ. تمام تمام دول ال6 لاعبين اللي كانوا بعيد وبيعملوا تمرينات مختلفه عن اللعيبه. هم لسه لحد دلوقتي بيجروا جري حوالين الملعب، بيكتفوا بالجري بس حوالين الملعب. تحمل ولا تمام. التدريب بادئ ما فيش 5 دقائق. تمام. يعني ما تعرفش ابرز النقاط اللي اتكلم فيها كابتن احمد ايوب مع الفريق ايه؟ هو اكد على اهميه المباراه وان فرقه نصر حسنداي فرقه قويه ولازم ناخد المباراه بجديه ونحاول ننهي الماتش من البدايه. يعني انت عارف كابتن الماتش اللي فات كان فيه فرص كتيره ضاعت، هو اكد على اهميه اي فرصه في المباراه، حاولت انهاء المباراه مبكرا ان شاء الله. تمام. قول لي برضو نجوم الفريق الكبار اخبارهم ايه؟ الحاله البدنيه، الروح المعنويه، كابتن عماد متعب، كابتن حسام غالي، يعني كلمني بشكل عام عن الاستعدادات اللي هي كباتن الفريق مع اللعيب. الو سامعني؟ الو الصوت بيقطع معلش. سامعني؟ اكلمك تاني؟ ايوه كده تمام يا كابتن. تمام. كلمني عن الكابتن حسام غالي، كابتن عماد متعب، وازاي بيتكلموا مع اللعيبه عشان يحفزوهم على مباراه الغد. بالفعل قبل المران كان في ثنائيات ومجموعات واقفه وكان بيتكلم فيها كابتن حسام غالي وكابتن عماد متعب وبيشجعوا اللعيبه بيحثوهم على بذل المزيد من الجهد ان شاء الله باذن الله، ده هيبان في الملعب ان شاء الله باذن الله بكره. تمام. البرنامج الفريق ايه يا استاذ حازم؟ هو بعد التمرين ان شاء الله مباشره هيدخلوا المعسكر الفندق للمبيت ليه فيه ليله المباراه. تمام. فجر الغد هينضم ليهم كابتن حسام البدري. يعني كابتن حسام البدري اكيد ان شاء الله جاي الفجر الجمعه عشان يقود الفريق ان شاء الله غدا. ان شاء الله باذن الله، ده اكيد يا كابتن. تمام. يعني اول بقى ما القايمه تنزل يعني بلغنا على طول. اكيد على طول طبعا. ماشي استاذ حازم البرعي، شكرا جدا ليك.